أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأجيل البت في اعتماد ممثل مقعد أفغانستان، ما يعني أنه لن يسمح لطالبان بالمشاركة في أعمال الجمعية. وكانت طالبان قد تقدمت بطلب سحب أوراق اعتماد السفير الذي عينته الحكومة التي أطيح بها هذا العام. وأعلنت الأمم المتحدة أن مخصصات البنك الدولي المالية التي تم إقرارها يوم الجمعة الماضي لصالح أفغانستان لن تمر عبر أي مؤسسة تابعة لحركة طالبان. مزيد من التفاصيل مشاهدينا نتعرف عليها من خلال ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الهاتف، السيد الدبلوماسي الأفغاني ينضم إلينا من كابول، السيد عبد الحكيم مجاهد آخر سفير لحركة طالبان في الأمم المتحدة. أهلا بك معنا سيد عبد الحكيم. وفي البداية أريد أن أستمع إلى تعليقك حول قرار الأمم المتحدة تأجيل البت في اعتماد ممثل أفغانستان في المنظمة. نعم، شكرا جزيلا على الدعوة، وأنا طبعا أقدر لكم إتاحة المجال للحديث. طبعا فيما يتعلق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم أو تأجيل قبول مقعد هو قرار خاطئ ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، سيما في فصله الأول المادة الثانية من الفصل الأول، والتي ينص على أن هذه المنظمة قائمة على المعاملة المساوية لكل الدول. وبالتالي فإن هذا القرار هو لا يخدم مصلحة الشعب الأفغاني، والحركة طالبان تسعى إلى إحلال الأمن والاستقرار في أفغانستان، وقامت بإنهاء كل الفظائع في الحرب الأهلية التي كانت تشهدها بلد التي كان يشهدها بلدنا. قبل وصول حركة طالبان إلى الحكم كان يسقط ما بين 200 إلى 300 شخص يوميا، والإمارة الإسلامية لطالبان هي من جلبت السلام والاستقرار إلى أفغانستان وقامت بالقضاء على كل أمراء الحرب. وبالتالي فإن هذا القرار الأممي لا يعكس رغبة الأسرة الدولية، وطبعا هذا يعد عقابا للشعب الأفغاني. نحن نعتقد أن الإمارة الإسلامية في أفغانستان. هنا أسأل سيد عبد الحكيم، ما الذي على طالبان أن تفعله الآن حتى تنال الاعتراف الدولي؟ ما هو المطلوب بشكل محدد؟ أعتقد أن الإمارة الإسلامية في أفغانستان تقول للعالم وبشكل مستمر أنها قامت بالإيفاء بكل الشروط والمتطلبات المرتبطة بإنشاء حكومة شرعية في أفغانستان، والآن المسؤولية تقع على عاتق على الأسرة الدولية لأن تقر بالحقائق على أرض الواقع في أفغانستان، وألا تخضع لإرادة قوى عظمى التي تسعى لتحقيق مصالحها. لذلك الإمارة الإسلامية تقول للعالم بأنها تريد أن تنخرط في علاقات طيبة مع كل دول العالم، وبناء على المصالح المشتركة وكذلك الاحترام المتبادل. إذن هذا ما نسعى إليه، وأي تعامل للإمارة الإسلامية في أفغانستان مع العالم هو يخدم الأمن والاستقرار السلام الدوليين في على الأراضي الأفغانية. لكن ما زالت هناك مطالب بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان والتمسك بسياسة العفو العام، مطالب أمريكية تحديدا. هل طالبان تفكر في هذه المطالب وربما هناك توجه للإيفاء بها خلال المرحلة المقبلة؟ بالطبع
الأمر الأول هو أن الإمارة الإسلامية في أفغانستان ممثلة بزعمائها وقياداتها وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها تقول بأننا نسعى إلى تشكيل حكومة جامعة شاملة تتألف من كافة الأعراق الذين يعيشون في أفغانستان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وحسب ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، هذا القرار يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لأفغانستان. فالفقرة الأولى من المادة الثانية تقول أنه لا يحق للأمم المتحدة أن تتدخل في قضايا كهذه والتي تعد ضمن الاختصاص المحلي لأي دولة. وتشكيل حكومة في أفغانستان هذا قرار للأفغانيين، وهي التي تقرر شكل الحكومة التي تريد تشكيلها، ولذلك هذا القرار يعد خرقا وتناقضا مع الميثاق الأمم المتحدة. نعم، الإمارة الإسلامية في أفغانستان تسعى للعمل مع الأسرة الدولية وتتطلع إلى تلبية كل أو الإيفاء بكل المتطلبات والشروط وبما يحقق الحكم الرشيد في أفغانستان. لكن هنالك شروط دولية، وهناك أيضا ضغوط أمريكية في هذا الصدد، والخارجية الأمريكية قالت منذ عدة أيام إن هناك انفتاح ما أبدته طالبان للتعامل مع المجتمع الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة. نعم، فيما يتعلق بحقوق النساء وحقوق المرأة، هذا الأمر من الأمور التي كررت قيادة طالبان بأنها عازمة ومصممة لتوفير كل أشكال الحقوق أو تمكين النساء من التمتع بكافة الحقوق، مثل الحق في التعليم، الحق في العمل، الحق في النشاط السياسي والتجاري. ولكن كل هذه الأمور ينبغي أن تكون وفقا للثقافة الأفغانية والتعاليم الإسلامية، وطبعا لو عدنا إلى المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهو ينص على الحقوق والحريات الواجب أن يتمتع بها البشر، وطبعا بما يتسق وما يتوافق مع القوانين السائدة في الدولة. لذلك كل أشكال حقوق الإنسان يجب أن تكون محكومة بالقانون، بالقوانين والثقافة الأفغانية. وبالتالي فإن الإمارة الإسلامية في أفغانستان تبذل قصارى جهدها من أجل توفير كل هذه الحقوق كما ذكرت في إطار التعاليم الإسلامية والثقافة الأفغانية. في تقديرك سيد عبد الحكيم، متى سيتم اعتماد ممثل لأفغانستان في الأمم المتحدة؟ هل يبدو ذلك قريبا؟ I do not know about the policies of the United Nations and also of the powers. لا طبعا لا أعرف ما سيكون عليه قرار الأمم المتحدة والقوى العظمى. للأسف أن هذه الدول العظمى تستخدم قوتها ضد الشعب الأفغاني، وهذا يعد انتهاكا للأعراف الدولية وكذلك للقوانين الدولية. لا أعرف متى سيتم اعتماد سفير. شكرا جزيلا سيد عبد الحكيم مجاهد، كنت معنا عبر الهاتف من كابول، وهو آخر سفير لحركة طالبان في الأمم المتحدة عندما وقعت أحداث 11 من سبتمبر عام 2001. المساء مستمر مشاهدينا، وبعد قليل باقي فقراتنا وفيها: الصحة العالمية تقول إن التلقيح الإجباري ضد فيروس كورونا يجب أن يبقى حلا أخيرا، وتوصي بعدم استخدام بلازما دماء المتعافين من كوفيد-19 في علاج المرضى.